الاختصاصات الجماعية. تمشي كرة في وسط الميدان شكلها بعيد، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل. جدار دفاع باثنين، مروان البكري عنده تسديدات قوية، مروان البكري يسدد كرة خطيرة جدا في منطقة 18 للزواغي، الزواغي ودفاع الترجي يضغط، البكري يمشي على صابر فرج اللي هرب، صابر فرج يحاول يسدد خطيرة جدا والحارس أول كرة في المرمى من خارج 18 متر. كرة ممتازة للنجم الساحلي، تلقى الأكثر امتياز كالعادة وعلى الدوام جون جاك تيزي. إذا يرتفع نسق وريتم المباراة مرة أخرى، والسبب النجم الساحلي الحريص طبعا على استغلال عامل إلى أرض والجمهور، ولو أنه في لقاء القمة بين النجم والترجي الجمهور يبقى ثانوي والملعب يبقى غير حاسم في كل الظروف أو عديد الظروف. تمشي من داميان ودي، ودي يحاول يوصل لماركوس والكرة عند ديجي دوستين لجون جاك تيزي اللي في موسم سابق الحقيقة وصل في رأي المتواضع حتى 50% من نسبة فريق الترجي مع روعة كل اللاعبين مع حبنا لكل اللاعبين. تمشي كرة خطيرة وجلوستين مرة ثانية، النيجيري يلتقي ويتلقى في هذا الموسم أو السيزون القادم 2005-2006. كرة ممتازة، أين هي؟ على العارضة، على العارضة يا جون جاك، على العارضة يا تيزي. فرصة كبيرة لفريق النجم الساحلي، هذه أقوى فرصة في المباراة، هذه أخطر كرة باللقاء، في أقل من 30 ثانية الربح جاء للنجم الساحلي أو الفوز شمه فريق الإدوال من خلال فرصة أولى كيف ضاعت لا ندري، وكرة ثانية اصطدمت بالعارضة الأفقية للحارس الإيفواري للترجي جون جاك تيزي. سريع جدا، خطير جدا تايلور، فرصة أخرى للنجم والتسديدة والدفاع يتصدى. كرة أخرى كانت صعبة على فريق الترجي، النجم بالفعل يجازف الآن، النجم عينه على 3 نقاط ولا يعتبر بالنقطة لأن المشروع صعب والمباراة نتصوروها أحمر. الأجواء الآن تشتعل في هذه القمة في الدقائق الأخيرة، الربع ساعة الأخيرة من مباراة الترجي للتونسي والنجم الساحلي. نذكركم النجم يلعب 10 لاعبين بعد إقصاء اللاعب الغاني تشارلز تايلور. الآن شفنا اللقطة في بدايتها، خذيتها حتى بطرفة ومتعبة، لكن بعد انتهت أظن بغير هذا. على كل سنرى ونتأكد. لاعب البرازيلي القادم البنزرتي، ترجي في حاجة لعلي الزيتوني، نتصور علي الزيتوني عاودته جات في الوقت. هذه اللقطة الأخيرة من ماركوس دو سانتوس، هو ظن اقصاء يعني نفهم من خلال اداء الجمهور تاع نجم الساحلي اللي يعني صاح وكانه هدف، انه في كارت واكيد احمر، اكيد احمر على ماركوس دو سانتوس. ماذا سيقول، ماذا ستحدث المحترفين والاجانب يا اخي؟ يلزمهم غربله كبيره في الكره التونسيه لكل الفرق بدون مجاملات، يلزم غربله حقيقيه لنجوم حقيقيين في الملاعب التونسية. مساعد كان متابع مركز أكثر منا بطبيعة الحال، ويعطي الكورنا لفريق النجم اللي تنفذ الآن محمد جديدي. كورة على حدود 18، نذكر اللاعبين يلعبوا 10-10 وتسديدة بعيدة. 0-0 نتيجة بيضاء 0-0. قلت لكم النتيجة اللي كانت أقرب الحقيقة، الترجي طبعا لا أقول سعيد لكن راضي بالنقطة، نقطة في سوسة تبقى دائما صعبة المنال وتبقى إيجابية. والترجي للتاريخ هو خامس فريق في البطولات الأفريقية لا يخسر في سوسة. النادي الصفاقسي ما هزمش، الترجي ما هزمش في الدربيات التونسية، والأهلي هو بطل القرن الإفريقي والحائز على 3 بطولات.